البنات داير لاباس، شخباركم؟ بس عليكم ضربت واحد النعسه، عاد فقت دابا ندير شويه ديال الحرير العشاء، قلت والله تنشاركها مع البنات. دايرين بخير؟ بس عليكم صحيحه لاباس؟ تعودوا عندكم شي برد؟ والحمد لله الطبليه ديالنا ندير انا على ود اصلا تستر شويه، وهادي فزت الحمص لقيتو في الزك درت ليه الماء طايب، كما تشوفوا زوين بنتي راني غسلتو ودرت تقدر قبيله. صبروا من جديد الريحه، يا سلام. نغسل هاد الكرفس، هاد عاد شريتهم درت جبتو نسيتو قبيلات. انا نوجد معكم البنات مكونات كاملين ديال الحريره باش ما تشد ليش الوقت بزاف ديال هذا. نعاود نرجع معكم، ندير واحد الحريره سخنوا بها طيماتنا، سخنوا بها مصيرناتنا، وانتم معايا يا بيبي. غادي نقرد هاد القزبر المعدنوس، كيجيكم الذكرات ديالي رقيق ياكم قد قدو قداش. نعاد غنديرو لنا في هاد الدرو هذا، هاد الآلة العجيبة السهلة اللي تسهل علينا المأمورية. أنا درت لنا شوية ديال المعدنوس، واحد نص ربطة ديال الكرافس، غادي نطحنهم. صراحه مش على اللي كانت الحريره عندك هي وعندك الخبيزه، انا راه فين دايره شوفي ندير الخبيزه غاسله ودايره تتقطر، نقيتها عاد غنسالي الحريره على بدا فيها. المهم نطحن دابا هادي، غادي ندير شويه ديال القزبر غادي نطحنو بوحدو. بسم الله نقطع بالماء، المهم نكمل هادي وعاوتاني غنقرد القزبر. اول القزبر حتى هو حيت مازال ما درتوش، درت انا غنمعدنوس وكرافس، وتنخلي شويه ديال القزبر وشويه ديال المعدنوس تندور بيهم تنقطعهم، ولكن نيتكو ديال مثلا نقولوا ديال التدويره باش تندور الحريره، ما تنقردهم رقاق غير بالموس باش يعطيو هذا، ولا كان سميتو تندكم هكايا شوف المهراز تعطيو الريحه غزاله. المهم انا غادي نطحن ان شاء الله القزبر وهذا هذا الشيء هذا، ومنين نعاود ندير المكونات ديال الحريره نعاود نرجع لعندكم. البنات انا كملت هذا الطحين ديال القزبر والمعدنوس، وصراحة ننصح اي واحد ما عندوش هاد الاله ديال الطحين صراحه ياخذها، ومن الاحسن ياخذ هاد الغراف ديالها يكون ديال الزاج. انا مره كانت تشرح ليا داك الموس، انا درت لها داك الكولا ديال الشمع هي باش سديت لي دوك التقابي ديالها، ولكن صراحه فلوسها حلال. وتتردد لك القزبر والمعدنوس ديك التكريضه اللي تتبغيها كما تشوفوا. انا صراحه تشت الناس في القنوات تيحطوهم وتيشكروهم، وعاد زعمت بانني انا ناخذها وتنصح بها الناس، ولكن ياخذوا هذه اللي تكون هذه ديالهم زاج ديال الزاج تكون هذا. ديما نغسلهاش باقي ما نقطع فيها ديك الخبزه ديالي راه مغسوله وليت تتقطر. هاتي هنايا عندي مطيشة قزبر مغسول درتو في شويه ديال الماء، تندير هاد الحمص هدا كمية اللي بغيتو، كل واحد شنو تيبغي، واش كاين اللي تيبغي الكياس كما تيقولو الكياس، كاين اللي متيبغيش مثلا الكياس هاكا الحمص هادشي ديال الحمص بزاف وداكشي ديرها شويه. انا درت المويان
ثلاثة ديال الكيسان فازكين، المطيشة راه غسلتها نعاود ليها في هاد الماء هدا، تحطيها في الأرض، ثلاثة ديال المطيشات كبار، والعطرية هنايا عندي، عندي هنا شو ديال الزعفران عرق، شو ديال معلقة صغيرة ديال التحميرة، الملح على حسب الذوق، والبزار تقريبا معلقة صغيرة. هنا تندير البنات، تندير واحد كنور ديال البقري، نقص شوية، حاولت نقصو الملح على حسب الحريرة المغربية، راه ما كاينش الحمد لله، ولكن ما تيشاهدوناش فقط غير المغاربة، تيشاهدونا الحمد لله الناس مغاربة، توانسة، الجزائر، تنحيوهم كاملين، الناس بحال مثلا الناس المبتدئين اللي ما عارفينش مثلا وكل منطقة كيفاش يخدموا الحريرة، عاوتاني الخيرة ما عندهاش شي سميتو طرقات كتارين، ولكن المهم اي واحد كيف احنا تنشاركوا اي حاجة معاكم. انا عندي واحد شوية ديال اللحم، انا متنشري اللحم من الزر، تنحيد شي طريف شي عبيرة هكا هي من اللحم، اللحم تنديرها في تنكردها، كيفاش تمشي تعجبني اللحم في شويه في الحريره، انا من المحبين ديال اللحم في الحريره، تنشوف شي عطيمه هكا هي اللي تيكون داير، تنحيدو من حيد لي اللحم ديالو، تنخلي الحريره تا هو تيعطي البنه، وهادي اللحم راه هنايا باقي ما طلقلياش، كان في الفريكو. انا عندي المهم شويه ديال اللحم مقرط، نخليه يطلق على خاطر الداخل هنايا، انا صراحه كاين عندي واحد القنصه دوك تضحكوا عليا تقولوا لي الدجاج واللحم وكان او الدجاج واللحم كدرتي لها، واحد القنصه اللي كاينه واحد العنيق هما جبتهم، كاينش يبقى في الفريكو مساكن بوحديتهم حتى هما يبننوا لنا علاش لا، تندير هنايا شويه ديال الزيت تقريبا شي جوج معالق، هي ما تحتاجش الزيت، ندير لها الماء طايب وغادي نشعل عليها، ومنين طيب ان شاء الله نخليها تطرب خمس ايام تطيب هاد المطيشة هادي، ونحيدها وعاد نسد عليها الكوكوط باش يطيب لي الحمص واللحم، وتنبغي ندور ان شاء الله ونعاود نرجع معكم نوريكم التدويرة ديال كي دايرة. هي عندي ديك مطيشة الحك، ندير واحد شوية الحك، كما تعرفوا البنات راه مطيشات تبغي شويه ديال مطيشات الحك، وتبغي مطيشه اخرى، انا درت كبار ثلاثه كافيين. هنا عندي الشعريه باش غادي ندورها، نتوما كيفاش شنو، كاين اللي تيبغي الرز، كاين اللي تيبغي العدس، كاين اللي ما عندهاش الشعريه فقط. هادي تضرب الضوء بزاف، الطماطيش هنا تطحنها شكون تتقطع، صراحة غزالة هادي بزاف ورخيصة، لقيتها هاد المرة في المعرض بألفين وربعمية ديال ليا، أنا ديجا خديتها بربعالاف ريال. نخويها هنايا ندير كوكوط صغير شويه، الكبار ناخد شي وحده صغيره، هي نخليها تطيب مزيان، نعاود نرجع معكم باش ما نطولش لكم البنات الفيديو، بما طلعت المطيشه راه بارده،
بنات يا بنات، الحريره ديالي طابت، الحمص ما شاء الله، ولا مخ واللحم حتى هو طاب. نوريكم شنو دورنا الحريره ديالي. شوفوا نقول انا كلشي درتو ليها، تنعينها لكم، كنت نخويها باش غادي نرد القوله ديالي. هنا راه عندي مطيشه طحنتها هنايا، هادي جي طحناها، ولكن صراحه خاصني ندير فيها هادي حط التليفون في السيكوره باش ردها. حبيباتي رانا رديتها للبرمه ما لاقلياش، بقى ندورها في الكوكوت قصير، عندي الكوكوت بزاف. انا نطبط يدك مطيشه كميه، كل مره تنحركها شويه. دابا غادي ندورها، نتوما معايا تندير هنايا شويه ديال الشوي باش ندورها، نحرك مزيان، وهي تتبغي تحط تخوي عليها مثلا الشعير، تحرك هادي السمرة، تتحرك يدي فيها قريبا. وهنا عندي شو ديال الربيع، خليته على الطحن قرطو بيديا ودقيتو غا شويه هكايا بالكاس، مدقيتوش في المهراس باش يبدا ديك الريحة الزوينة الجديدة ديال القزبر مع النص. تنحرك مزيان إن شاء الله نخليها طيب مزيان. هاد ندير ليها الطحين راني خلطتو هنايا، درت ليها الشعريه غليظه، درت ليها الشعريه رقيقه شويه، هاهي يعني دابا نيت غادي طيب. نتوما تشوفو معايا، هنا درت الطحين، تندير الماء والطحين، تنخلطو، تنخلو تنحرك باش ناخد الجهد ديال هادي. كافيني ونخليها طيب مزيان بما طابت لي داك الشعريه وداك القزبور مع الناس لي زدت شويه، والطحين طيب مزيان. نوريكم ان شاء الله كيفاش طلعت لي الحريره، واحد الريحه ماشي هي تكون فيها، وليت توحم تسمح ليا. حبيباتي الحريره ديالي تبان لكم هنايا، قربت لكم شويه، واحد الريحه يا سلام. هادي اللي تسخن العطيمات وتسخن المصارنات، ما التمر ديالنا شي ديال الشباكيه وصافي. يلا بسلام عليكم، شكرا بزاف ليكم، ما تنساونيش من الجيم واللايك اللي لفتكم عليا، شكرا. كما تشوفوا الشباكيه ديال رمضان، ولا ديال رمضان، تندير في الكونجيلاتور، تندير كل حريره تنجبد، حيت انا دايرهم في طاسات هكايا ديالهم بالسلوفان ديالهم. هذا واحد التمر العجيب المجهول الصغير. وهذه هي الحريره ديالي، واش كتشوفوا كتتقطع ما شاء الله اللون، نقرب لكم شويه باش تبان لكم. كل عطيمات ديالي هنا، كاين البيض شويه ديال التمر وديال الشوه ديالنا اليوم. تنتمنى شاركت معكم، تنتمنى بان تعجبكم. رانا طيب هنايا رديتها، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش الجيم اللي خطيكم ابوني. شكرا بزاف، مع السلامه، مرحبا بكم، مرحبا بكم، تشوفوا معايا الحريره.